هذا اليوم الدراسي بشراكة مع الشبكة الأمازيغية واتحاد الشبكة القوى الشعبية أنه لا خيار أمامنا كمجتمع مغربي نرجو أن نكون مجتمعا حداثيا متضامنا بخصوص الحلقة الاشتراكية الصدى حضور المشاركين في هذه النقطة. نقاش الحملة الأمازيغية اليوم تكون دائما خلال الأسبوع 2011 الأمازيغية من أجل المواطنة كيجي من أجل إغناء النقاش العمومي حول تفعيل الطبعة الرسمية للأمازيغية. كتعرفوا بأن خلال البرنامج الحكومي الحكومة أعطت مجموعة من الالتزامات بالتفعيل السريع، رصدت مليار ديال الدرهم في خلال الولاية لهذا التفعيل، ولكن بعد سنة من عمر الحكومة كنستشاروا بأن كاين واحد البطء وكاين واحد الضبابية وعدم الوضوح، ولهذا في الاستقبال ديالنا اليوم لهذا اليوم الدراسي الغاية منه أولا ضخ واحد الجرعة ديال الدماء في هذا النقاش العمومي، ولكن في نفس الوقت أيضا تنبيه الحكومة لضرورة الإسراع بالتفعيل الرسمي للطبعة الأمازيغية، لأن هناك إشكاليات كبيرة. يمكن كاين تم التركيز اليوم على القطاع ديال التعليم والقطاع ديال العدل، ولكن هناك قطاعات كبيرة ومتعددة، الإعلام، الجامعات الترابية، القطاع الوظيفة العمومية إجمالا، كلها قطاعات بغات واحد الإشارات ديال أننا تحركنا، القطار تحرك من المحطة البداية. الحدود الآن مازال ما استشعروش هاد العملية، فبالتالي كننتظروا اليوم من اللقاء بحضور خبراء في الميدان، ممثلين عن وزارة في القطاع العمومي، أن تخرج واحد التوصيات اللي تحاول تكون أنها أكثر إجرائية اللي ممكن نرفعوها للحكومة، باش أن الموسم القادم يكون موسم حقيقة ديال إطلاق الطابع. كاينه مبادرات اللي كديرها الحكومة، ولكن قلنا بأن اليوم خصنا نمشيو بوتيرة أسرع. فالنشاط ديال اليوم الدراسي عنده هدفين، أولا هدف تحسيسي، هدف إغناء النقاش، هدف ربط العلاقات وتسير ما بين العلاقات ما بين المجتمع المدني والبرلمان، يعني صوت المجتمع المدني وصل البرلمان، ولكن في نفس الوقت أيضا أن هذه التوصيات وهذه الأفكار تمشي للحكومة وتلقى الصدى ديالها فيها. هذا اليوم الدراسي كيجي في إطار ديال التنفيذ ديال واحد المشروع اللي هو مدعم من طرف وزارة العدل، واللي كيتعلق بالتنفيذ ديال الجوانب القانونية، بمعنى آخر ديال أنه الكيفية ديال الإدماج ديال الأمازيغية في مجال القضاء. وبالتالي أنه كان تنظيم هذا اللقاء مع الفريق الاشتراكي على أساس أنه نبحثوا على إمكانيات والسبل ديال كيفية ديال إعادة النظر في مجموعة من القوانين اللي كتعوق العملية ديال الإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، سواء على مستوى ديال التواصل ولا على مستوى ديال المتابعة ديال الملفات ولا على مستوى ديال التشريعات بشكل عام. وبالتالي أن هذا اللقاء هذا يعني كتستهدف منه أزطاء ديال العملية ديال التعبئة ديال الفاعلين، وبالخصوص على مستوى ديال البرلمان باعتباره أنه هيئة تشريعية ولا هو الحق الكامل في اقتراح يعني قوانين ولا تعديلات قوانين اللي ممكن كتصنف مجال ديال التمييز ديال الامازيغيه، وخصوصا يعني القوانين اللي عندها العلاقه بالجانب ديال القضاة، بجانب ديال المحاماة، بجانب ديال القوانين. وهو الشيء اللي درناه في واحد المذكره اللي ممكن كنعتبروها ولا كنسميوها هي سبل ديال ادماج الامازيغيه في مجال ديال القطاعات الحكوميه اللي منها القطاع ديال القضاء. وبالتالي يعني عندنا اقتراحات هي مجمله في هذه المذكره هذه اللي ممكن كتمشى واللي خصها تمشي مع المضمون ديال القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابعه الرسميه الامازيغيه اللي هو القانون 1626. سيد يوسف العرش رئيس الشبكه الامازيغيه لاجل المواطنه.